طيب في هذا السؤال قال لك السير شافت 1.5 متر لونج از 95 ملي متر ان دايميتر فور ذا فيرست 0.6 متر اوف اتس لينث، بعدين فاصلة، معناته انه اول واحد او اول جزئية في الشافت هي 95 ملي متر و0.6. خلاص تجي تطالع هنا، اصلا شوفوا معطيك اياها في الرسمة التوضيحية، قال لك 95 ملي متر و0.6. بعد كده قال لك ال 60 ملي متر دايميتر فور ذا نيكست 0.5 متر، خلاص من الطول هذا الى ما توصل 0.5 متر اللي هو نص متر، حيكون 60 ملي متر في الدايميتر، دايميتر اقل. بعد كذا نفس الشيء راح كمل لك 50 ملي متر للبقية اللي هو 0.4، وخلاص 0.4 هذا 50 ملي متر رسم لك الشافت. بعد كذا قال لك في تو فلاي ويلز ات تو اند، هذا هو الفلاي ويلز اللي هو هذا وهذا. طب انت كيف عرفت انه هي موقعهم هنا ما هنا في النص ولا هنا؟ قال لك انه the first having a mass اداك الكتلة تبعها، واعطاك ال k اللي هو 0.85 اللي هو radius of gyration. بعد كذا قال لك located at the 95 mm diameter end اللي هو فين؟ اللي هنا. يقول لك and the second having mass اداك الماس تبعها اللي هي ال b 700 كيلو جرام، واعطاك ال k اللي هو ب 0.55، وقال لك located at the other end. اذا قال لك انه هذا الاولى هنا في الاند حق 95، معناته الاذر اند اللي هو هنا اللي هو البي، فهتحط الفلاي ويلز هنا في المكان الثاني. خلاص بعد كده طلب منك ايش هو المتطلبات. determine the location of node of the node and the natural frequency of free torsional vibration of the system. يبغى منك ال frequency of torsional. خلاص التورشنال هذا حيكون فيه له عدة قوانين دحين، المهم هو انت حتشوف على حسب كم فيه فلاي ويلز. يقول لك ذا مودولس اداك اياه ب80، فخلاص هو 80 × 10^9 حول لك اياها الى نيوتن بير متر سكوير، دحين حنشوف كيف. لكن قبل كل شيء عشان تبدا تحل المسألة انت تحتاج الى حاجتين. اول شيء في عندك شيء اسمه تورشن الاكويفلنت شافت، لازم تجيب الشافت الاكويفلنت لهذا. كيف يعني؟ يعني انا عندي هنا هذا نفس السيستم، هنا في فلاي ويل، هنا في فلاي ويل ثانية، خلاص لازم اجيب شافت بدايمتر واحد، يعني دي حيساوي. طب ايش حختار ايه الدايمتر؟ في الكتاب يقول لك اختار اصغر دايمتر، لكن في الحل هو اختار اكبر دايمتر، خلاص دقيقة حلو، لكن في الحل اختار اكبر دايمتر. فانا حنسمي هذا دي 1، حنسمي هذا دي 2، حنسمي هذا دي 3. حنقول انه والله الاكويفلنت شافت حيساوي الدايمتر تبعه حيساوي الدي 1، واللينث ال حنجيبه عن طريق معادلات. طيب هذه المعادلات كيف حنجيبها؟ بكل بساطه لما يكون عندك تو فلاي ويلز، معناته في واحده اسمها A وفي واحده اسمها B، خلاص هنيجي هنا نتعرف على ايش هو الروتر سيستم. الروتر سيستم ممكن يكون سنجل، يعني يكون عندك فلاي ويل واحده، وممكن يكون 2 وممكن يكون 3. لما يكون سنجل بس حتستخدم القانون العادي او تجيب بها فريكوانسي، واصلا ما حيكون عندك هنا في الكيو الا ايه، حيكون سي جي على ال، خلاص معروفه. لكن هنا حيكون في عندك 2 الز، في عندك اللينث الاول وفي عندك اللينث الثاني. انت المغزى من هذا انه انت تبي تجيب في النهايه ايش، عشان تفهم الموضوع، انت المغزى في النهايه هو يباك تجيب اللوكيشن نوت. فانت لما سويت الاكوفلنت هذا انت حتجيب ال ال، بعد كده بالال لازم تجيب ال ال اي والال بي، خلاص هنا حيكون في ال اي وهنا حيكون في ال بي اللي هو تقسيمة اللينثات. هنا النقطة هذه اللي حتتلاقى هو اللي حيكون موقع النود، position of node، خلاص اللي هو يبغاه، هو يبغى الموقع هذا حق النود هذا، هل هي هنا هل هي هنا هل هي هنا، فين حسب اطوال ال اي والال بي. طب انا كيف حجيب ال اي والال بي؟ انا زي ما قلت لك عندك هنا السيستمز هذولا، لما يكون عندك تو فلاي ويلز هتقول والله عندي معادلتين. اول شيء التوتال لينث مو هو يساوي ال اي زائد ال بي، ال اللي هو جمعهم حيساوي التوتال لينث، هذه معادله. المعادله الثانيه يقول لك انه ال اي في الاي اي هو يساوي ال بي في الاي بي. هذه كيف جابها؟ قانون الفريكوانسي، انت حتعرف ان الفريكوانسي حق ال اي هي نفس الفريكوانسي حق ال بي، فبالقانون هذا لو سويتهم كل شيء حيطير مع بعض الا الاي اللي هو المومنت اوف انيرشيا، والال الموجود داخل الكيو لانه هو عباره عن سي جي على ال، هذا هو الكيو. ففي هنا في ال، ففي واحد منهم حيكون ال اي وفي واحد منهم حيكون الكيو لايش؟ للسي جي. السي جي طبعا نفسه هو ثابت،
وحيكون هنا في ال LB. فعشان كده هو استخرج لك هذا القانون وقال لك اوه خلاص جيب لي هذا القانون الثاني، ويقول انه ال LA في ال LA في ال IA يساوي ال LB في ال IB. طبعا اذا كان 3 حيكون هذا السيستم مختلف، تقدر تجيب ال FB بطريقة معينة، وال FA حيساوي ال FC اذا كان عندك في السيستم في 3 فلاي ويلز. المهم دحين هذا مو موضوعنا، انا حنرجع مرة ثانية الى ايش، الى هذا الشيء الايكوفلنت. الحين طيب ايش حسوي؟ اول شيء حجيب الايكوفلنت. الايكوفلنت ايش؟ الايكوفلنت لينث ال ال. كيف تقدر تجيبها؟ بالمعادله هذه. المعادله هذه معروفه خلاص ثابته، احفظها. عدد ال عدد الاشياء، يعني ال L1 على ال D1 اس 4، ال L2 على ال D2 اس 4، ال L3 على ال D3 اس 4 الى ما لا نهايه. ايش حيساوي؟ حيساوي ال ال اللينث اللي انت تبغاه الايكوفلنت على الدايمتر اللي انت اخترته هنا. ايش اخترت الدايمتر؟ انا اخترت انه دي ابغاه يساوي دي 1 اللي هو حيكون اكبر دايمتر. خلاص في الكتاب هو اختاره زي كذا، عشان كذا انا اخترت لكم اياه عشان تتاكدوا بعدين من الاجابات ومن الارقام حق الحل. طيب اللي حنسويه انه خلاص تبدا تعوض. ايش هو ال L1؟ ال L1 هو 0.6. ايش هو ال L2؟ اللي هو 0.5. وهذا ال L3، هذا ال D1، هذا ال D2، هذا ال D3. يلا عوض كل واحد هنا، L1 L2 D1 D2 D3. خلاص تعوضهم كلهم هنا، هتحط ال D1 كمان مرة ثانية، حيبقى لك هذا بس مجهول اللي هو ال equivalent length. شفت سولف في الحاسبة يطلع لك ال L كم، حيطلع ال L؟ والله طلع معي ال L اللي هو 8.95 متر. خلاص هذا هو ال L، L يساوي. يلا الحين نروح نجيب المعادلتين. ايش هي كانت المعادلتين؟ اللي هي ال A في ال I، A يساوي ال L B في ال اي بي. خلاص وعندك المعادله الثانيه اللي هو قلناها ايش؟ قلنا ال اي زائدا ال بي يساوي ال ال اللي هو التوتال لينث. التوتال لينث يساوي اللينث الاول زائد اللينث الثاني حق ال اي وحق ال بي. طيب ايش هو التوتال لينث هذا؟ عندي انا جبته، خليني ابدا هنا اكمل. يعني حيصير لك اللي هو، خليني اطلع المعادله هذه فوق، حتكون ال اي زائدا ال بي حلو هيساوي 8.95 متر. الثانية حتكون ال A في ال moment of inertia اللي هو ال I. ايش هو ال I؟ ال I هو عبارة، هو اللي اعطاك الفلاي ويل هنا، قال لك الاولى لها ماس 900 ولها 0.95، عشان هنا تجيب الماس moment of inertia اللي هو قانونه. لو جيت هنا اكتب قانونه بس على جنب، اللي هو حيكون M في الكي تربيع. الماس اعطاك الاولى ب 900 واعطاك الثانيه ب 700 اللي هي حق البي، هذا حق الاي وهذا حق البي. والكي اعطاك الاولى ب 0.85 واعطاك الثانيه ب 0.55، كلها موجوده هنا في السؤال اعطاك اياها. خلاص كده تقدر تجيب الاي اي وتجيب الاي بي. فلو قلنا هنا حيكون كم؟ حيكون 900 حق الاي، 900 ضرب 0.85 تربيع، لا تنسى دائما تربع الكي. خلاص قفل القوس، بيساوي تكمل القانون. ايش القانون؟ الاي ال ال في البي، ال ال بي مجهوله، افتح قوس. ايش هو الاي بي؟ الاي بي اللي هو حيكون الام حق البي في الكي حق البي، اللي هو حيكون 700 ضرب 0.55 حتربع الكي لا تنسى. قفل القوس يا سلام. ايش حيبقى عندك؟ حتضرب هذا حتطلع رقم، حتضرب هذا حتطلع رقم. بعد كده حتدخل معادلتين في مجهولين في الحاسب عن طريق شيفت 5-1 اتوقع. خلاص لكن هنا في عندنا لازم نسوي تعديلات بسيطة. هنا مو في عندك الفاريبل الاولى A وهنا B وبعدين في رقم في الحاسبة، لازم تدخل نفس الترتيب. يعني هنا لازم يكون في ال A بعدين ال B، هنا ما في ال B، هنا في يساوي. اليساوي لازم تشيلها، فحتشيل القسم هذا كله ال L في ال I وحتنقله على الجهة هذه، فحيصير ماينس الكلام هذا كله وتساويها بالصفر. بس ان شاء الله انها وضحت. يعني في النهاية حيطلع معانا ال LA زائدا ال LB بيساوي 8.95. انا جبت قيمة ال IA و ال IB، فحيصير عندي ال LA بيساوي في ال IB اللي هو 650، والثاني كم طلع معايا؟ 212 ناقصا ال LB، شلت ال B ونقلتها الطرف الثاني مع ال I حقتها، حيصير ال بي في 212 يساوي الصفر. يا سلام كده تقدر تدخلها في الحاسبة. حتدخل المعامل هذا 650
المعامل الثاني سالب، لا تنسى السالب، سالب 212، والمعامل الثالث صفر. وهنا عندك المعامل الأول واحد، وهذا هنا واحد، وهنا 8.95. في النهاية حيطلع لك الحاسبة القيمتين ال LA وال LB. ال LA حيجيك ب 2.2 متر، وال LB حيجيك ب 6.75 متر. يا سلام، طلعنا الإلات كلها. الآن احنا عرفنا موقع النود. لو رجعنا مرة ثانية رسمنا الإكوفلنت، وكان هنا بس عبارة عن دايمتر واحد ما هو ملتيبل دايمتر، هترسم من هنا إلين هنا حيكون ال LB، حلو، ومن هنا إلين هنا حيكون إيه؟ حيكون ال LA. وهذا اللينث انت جبته اللي هو 8.95. هذا لو احنا اعتبرنا انه هو كلها بديميتر واحد، لو قلنا ان هذا كله الشافت حيكون بديميتر 95، يعني كلها بديميتر موحد، خلاص ديميتر واحد. طيب كيف حجيب اللوكيشن حق النود؟ هو هنا في احنا عندنا في الكتاب جاب لك بالنسبة للاي، يعني قال لك اوكي بالنسبة للاي انا امشي مسافة من الفلاي ويل هذا كذا اللي هو 2.2 متر، وحصل هنا النود، خلاص هنا النود اللي هو يبغاها. طيب لكن انت النود اللي تبغاها ما تبغاها على الاكوفلنت، انت تبغاها على الاصلي، يعني تبغى تجيبها بالنسبه للشافت الاصلي هذا، فحتستخدم القانون هذا. هذا القانون تقدر عن طريق تجيبه تجيب بيه البوزيشن حق النود. فالقانون بكل بساطه يقول لك L1، L1 بكم؟ 0.6 اللي هي عندك هذه، شوفها 0.6 زائد، تفتح قوس، ايش هو ال LA؟ ال LA احنا اوجدناه خلاص 2.2، حتطرح منها كم؟ حتطرح منها ال L1 اللي هو نفسه 0.6. بعد كذا افتح القوس هذا، الدايميتر الثاني اللي هو هذا على الدايميتر الاول اللي هو هذا، حسب ما احنا سمينا، حسب ما انت تسمي في السؤال. احنا سمينا هذا D1، هذا D2، هذا سميناه D3. خلاص ال D2 اللي هو حيكون 60، لا تنسى دائما تضرب في 10 أس سالب 3 عشان تحول إلى إيش؟ تحول إلى متر. وتحت D1 اللي هو 95 في 10 أس سالب 3 والكل أس 4، ويطلع معاك في النهاية البوزيشن حق إيش؟ كم يطلع عندنا؟ يطلع 0.852 متر. هذا هو البوزيشن حق النود، وهذا هو المطلوب الأول. المطلوب الثاني شو؟ الفريكونسي. فريكونسي معروف عندنا ال FN، عندنا القانون يقول لك ال FN هو نفسه بيساوي ال FNB، ال FNA بيساوي ال FNB. طيب نختار واحد، ايش نبغى؟ بنجيب الفريكونسي حق ال A، خلاص ما دام هم متساويين معناته كل الرموز تكون مرمزة بال A. الحرف اللي انت تختاره حتختار قيمه، خلاص معناته حنختار ال FA. ال FNA بيساوي 1 على 2 باي في جذر ال Q على ال I، والاي ايش هو؟ الاي طلعناه حق الاي اللي هو هنا اي اي، مفروض اي اي اللي هو طلعناه ب 650. طيب والكيو، الكيو هو عبارة عن سي جي، والجي عبارة عن 80 اللي هو اعطاك اياه هنا في السؤال، ضرب 10 أس 9، والجي عبارة عن ايه؟ الجي عبارة عن باي دي أس 4 على 32. والدي هذا ايش هو؟ الدي حق ال، اتوقع انه الدي حق ال هذا شو اسمه ذا حق الـ A، الديميتر اللي هو حيكون هنا 95، خلاص. ودحين شوية حنتأكد، لو قلت دقيقة خليني أتأكد، صلى على النبي. طيب الديميتر وين راحت السلايدات؟ أيوة، كم هنا؟ قال لك 8 × 10^6 اللي هو finish of the equivalent shaft. اها هجيب ال equivalent shaft. يس ال equivalent هذا شافت اللي احنا جبناه، هتختار 95، خلاص خلاص. فزي ما قلنا خلاص، المهم انه هو في النهاية حلل لكم اياها. ولا تنسى دائما هو هنا اختصر القانون مرة، شبكهم في بعض، شبك الكيو في الاي، هذه هي الكيو، والكيو اللي هي سي جي على ال، هنا الاي كانت موجودة من اول في المقام. اهم شيء كلها تختار الاي، اللينث اللي هو الاي اللي هو 2.2 طلعناه، السي هو ثابت في كل الشافتات كل شيء، الجي حتختار حق الاكوفلنت، الاكوفلنت اللي احنا هنا اخترناه اللي هو كم؟ اللي هو 95 في الدايمتر، فحيكون باي في الدايمتر في 10^3، هذا طبعا حيكون اس 4 اللي هو الدي على 32. بس هنا مضروب عندك الكتاب، ما ادري كيف طلعه.
وبس هنا 650 اللي هو الماس اوف انرشيا، ماس مومنت اوف انرشيا 650، طلع لك اياه بالنهاية في هذا الوحدة. لا تنسى ان الوحدة اتش زد، الاتش زد اللي هي نفسها ار بي اس وبس.